كما أجرى رئيس السيسي اتصالا مع رئيس سيراليون إرنست كوروما، أعرب فيه عن تضامن مصر الكامل مع سيراليون وشعبها جراء السيول التي تعرضت لها البلاد. وأكد رئيسه خلال الاتصال على استعداد مصر لتقديم المساعدة في ضوء ما يربط البلدين من علاقات وثيقة. وقد أعرب رئيس سيراليوني عن خالص تقديره للرئيس على تعزيه وما أعرب عنه من تضامنه مع الشعب في سيراليون.